لو قلت أعزائي المتابعين ومشاهدي موقع مصراوي عبر صفحتي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أهلا وسهلا بحضراتكم وهذه التغطية الحية الجديدة هنا من محافظة بورسعيد. تحديدا يعني احنا في تغطية لجنازة شقيقة اللواء سمير فرج محافظ الأقصر الأسبق ومدير إدارة الشؤون المعنوية لقوات المسلحة المصرية الأسبق. صلي على رجلين وامرأتين، نصلي على رجلين وامرأتين وتشهد صلاة الجنازة أربع تكبيرات. بعد التكبيرة الأولى نقرأ سورة الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد الصلاة، بعد التكبيرة الثالثة ندعو للموتى بالمغفرة والرحمة، نسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة وأن يغفر لهم ما كان منهم يا رب العالمين، ونخص والدي الطفل بالدعاء. وبعد التكبيرة الرابعة ندعو لعامة يعني اللواء سمير فرج متواجد بيجلس في المقعد الخلفي. نرصد الآن لحظة طبعا تواجد اللواء سمير فرج لأداء صلاة الجنازة على شقيقته ويجلس في المقعد الخلفي نظرا طبعا لمرضه. طبعا من الحزن تنتهي باللواء سمير فرج لوفاة طبعا شقيقته، وأيضا حالة من الحزن تنتهي بأسرة الفقيدة.
أعزائي متابعي ومشاهدي موقع مصراوي، يعني لسه مستمرين مع حضراتكم. شايفين أعداد كبيرة من أبناء بورسعيد كانت داخل وخارج المنزل، وكمان بعد قليل سوف يعني يتم تشييع الجثمان في يعني مقابر الأسرة نطاق حي الزهور امتداد شارع 23 يوليو. أعزائي متابعي ومشاهدي موقع مصراوي، نقلنا لحضراتكم زي التغطية الحية من مسجد الكبير المتعال في محافظة بورسعيد عشان نرصد لحضراتكم جانب من جنازة شقيقة اللواء سمير فرج الخبير العسكري والاستراتيجي مدير إدارة الشؤون المعنوية القوات المسلحة الأسبق ومحافظ الأقصر الأسبق وابن بورسعيد. ويعني شايفين يعني مشاركة كان أعداد كبيرة من أبناء بورسعيد، هو الآن يعني يخرج ويستعد للتوجه إلى المقابر لي زي ما حضراتكم شايفين لتشييع جثمان أو يعني توصيل بقى شقيق طويلة مسواها الخير في مقابر الأسرة اللي بتبعد أمتار قليلة عن المسجد. طبعا ننتظر ان يصل اللواء عاطف قطان محافظ بورسعيد عشان يقدم واجب العزاء، وهيكون متواجد داخل المقابر وهيتلقى واجب العزاء مع اللواء سمير فرج. يعني المقابر بتبعد أمتار قليلة عن المسجد، طبعا يعني أبناء بورسعيد بيتوافدوا لتقديم واجب العزاء لي يعني ابنهم البار اللواء سمير فرج وفي وفاة شقيقته. ايضا يعني حضر الان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لتقديم واجب العزاء.
أعداد كبيرة من أبناء بورسعيد متواجدة بتتوافد على المقابل لتقديم واجب العزاء يعني اللواء سمير فرج في وفاة شقيقته اللواء أعضاء محافظ بورسعيد متواجد العديد من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية أعضاء مجلس إدارة النادي المصري وسائل الإعلام المختلفة. أعزائي متابعي ومشاهدي موقع مصر على صفحتي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نقل لحضراتكم يعني جانب من مراسم تشييع جنازة شقيقة اللواء سمير فرج يعني الخبير العسكري الاستراتيجي، ويعني بداية ما كنا في مسجد كبير متعال وصلاة الجنازة، وأيضا توجهنا بعد ذلك إلى مقابر الأسرة في بورسعيد امتداد شهر 23 يوليو علشان نوقف سويا كده يعني مراسم تشييع الجنازة. Thank you.